ام البنين سلام الله عليها تسال السيده زينب تقولها سولفي لي على العباس خو ما قصر. ام البنين تقولها اول يوم اجوا يردون عباس عدل ميت وياهم لازم يرد، كلها تصيح انا تبارز وياه وعلى رقبته اختلفه وياه يقعد، بس لما انطلع من خيمه الله واحد قال لي الاخر انا لاشرد. بردنا بيومها قد ما يرجفون، الخوذ ما قدرت على الروس تركد، هوس والسما تصيح يا عباس الله يقول احبك وانت ترعد. وسووا خطه يختالون عباس، وبدت ساعه صفر للمعركه تعد. وقعد يشرح عمر بالخطه للجيش، اريد هناك تيبه، هنا سوى نهد، هنا خلوا للف، وهنا نص جيش، وهنا نقترب، وهنا نبعد، وهنا صاح واحد يا خطط هاي اذا يثاوب العباس نلبد. بالعزوبيه ابنك عنده خبره، من نطيت تجربه طانة عمره، الجنود اللي على النهر حسبالي خرسان، ثار الخوف من عباس فطره، بحيث بنص معسكرهم 90 صوت رموشهم مو صوت الابره.